مبتدا اليوم وصول باكر في الساعة 25. في رجة النسمة وفي روعة الهمس هم ودعوا النوم والكل ساهر في الساعة 25. في الساعة 25 بأنفاس الإحساس بأنفاس الإحساس مع فارق التوقيت الناس رماس ومجهودهم وافر وحبهم حاضر في الساعة 25. في الساعة 25 حبيبتي والليل والموال يا عمالنا يا عمالنا يا عمالنا يا راحة البال في القلب والخاطر والنبض والناظر في الساعة 25. في الساعة 25 ندى البلوشية في الساعة 25. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إن عصيتك جهرا فاغفر لي، وإن عصيتك سرا فاسترني. اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي. اللهم لا تمكن مني حاسد ولا تفرح بسقوط أعدائي. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبخشيتك عن عصيانك. اللهم إن رفعت لك يدي أدعوك بحاجة فلا ترد يدي بلا حاجتي وأنت الكريم. اللهم ارزقني من الرزق الحلال ما يغنيني عن سواك. اللهم ارزقني ذرية صالحة تسرني في شبابي وتسترني في شيخوختي. اللهم انصرني على النفس الأمارة بالسوء. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اجعل ابناءنا حراس الدين ومن الذاكرين والمذكورين، والطف بهم. اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك. اللهم لا تجعل لوالدينا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وله ما فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم ولا تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك. اللهم ارزقهما عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل. اللهم بارك لنا في أوطاننا وارزقنا من خيراتها ما ظهر منه وما بطن. ربنا إنا نسألك في أن تبارك لنا بعمر سلطاننا وتؤيده بالحق والحكمة، ونسألك له حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في ملتقى جديد يجمعنا بكم عبر أثير إذاعة شباب FM وبرنامج الساعة 25. نرحب فيكم كلكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما يصلكم أثير إذاعة الشباب في هذا اليوم الثلاثاء 6 ذي الحجة عام 1435 للهجرة، 30 سبتمبر من عام 2014. رحب فيكم وإن شاء الله نقضي كالعادة وقت جميل وممتع ومحاولة منا قدر الإمكان ومن إدارة الشباب أنها يعني قررت تقدم هذا البرنامج في هذا الوقت الاستثنائي من اليوم حتى تيسر عليكم السهر وتقصر عليكم الليل، خاصة من تضطرهم الحياة حتى أنهم يسهروا لوقت متأخر، يتركوا فراشهم الوثير وأيضا دفء العائلة حتى يقدموا خدمة للوطن وللبشر. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وإن شاء الله رح نتواصل سوا وننتظركم على 90456. اليوم في الإخراج عابدين البلوشي. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك العشقه كلام. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشقة كلف. ايش اوقعني في اشباكك وانا عيني تشوف، لا تعذبني والا صرت انت المكلفك اذا ما فيك معروف. ايش اوقعني في اشباكك وانا عيني تشوف، لا
عند ذاك الشط حيث اللول يوجد والصدف واللقاء قد كان صدفة لجد الله الصدف فوق ذاك الشط حيث اللول يوجد والصدف واللقاء قد كان صدفة لجد الله الصدف عندما سمحت ظروفك لك وسمحت للظروف لا تعذبني ولا سبت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف عندما سمحت ظروفك لك وسمحت للظروف لا تعذبني تعذبني ولا سبت وتركت المكلة لك إذا ما فيك طرف لا هدف لي فيك يظهر لي ولا لك شي هدف وكل واحد مننا ماسك من السكة طرف لا هدف لي فيك يظهر لي ولا لك شي هدف وانتهى المشوار كله ما تلامسنا الكتب لا تعذبني ولا سبت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف انتهى المشوار كله ما تلامسنا الكتب لا تعذبني ولا سبت وتركت تركت المكلة لك إذا فيك معروف تحفة صاغ الرحمن من أحلى التحف وانت في الدنيا قضية ما تحملها ملك انت تحفة صاغ الرحمن من أحلى التحف وانت في أبهى قضية ما تحملها ملك انت أغلى رباعي الحروف رباعي الحروف عبدي خواصي انت ثلاثي انا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد. طبعا هذه واحده من الاغاني الخالده لابو اصيل وكثير اكيد الطلب عليها. اتمنى جروب وحوش الليل اللي يسمعونا ما يطلبوا اصيل. خلاص سمعناكم بما يكفي.
اليوم في برنامجنا هذه الحلقة إن شاء الله بتكون الحلقة الأخيرة في الدورة البرامجية، وبنبتدي بياكم بكرة إن شاء الله دورة برامجية جديدة. أضفنا فقرات جديدة وبعض العناوين غيرناها على سبيل أنه التجديد والتغيير حتى نخرج من الروتين والرتابة. ربما يكون في تقارب بعض الشيء في الفقرات في مضمون العنوان، لكن يعني كل برنامج وجوه، يعني جو الليل لازم نحط شعار، لازم نحط حكاوي ليل. فأيضا خصصنا فقرة إن شاء الله، خلوني أغش شوي لأن راسلة التوصيف كنت لسيف، بتكون عندنا إن شاء الله فقرة بدل ماذا لو، اسمها مع أو ضد. بنطرح موضوع وطبعا في خيارين، هل أنت مع أم ضد. بنسمع إن شاء الله رأيكم حول الموضوع المطروح، طبعا في كل حلقة بيتغير الموضوع. أيضا عندنا فقرة اسمها شيء بالخاطر، هذه بنترك الفرصة للمشاركات، سواء مشاركات تعنى بالخواطر، بأيضا الشعر أو الفضفضة. إذا شخص حاب يتكلم في موضوع معين أم ضايقنا أو شيء، بإمكانه يشاركنا في هذه الفقرة، فقرة بعنوان شيء بالخاطر. عندنا فقرة اسمها أيضا شخصيات خلدها التاريخ، بنتعرف على بعض الشخصيات اللي كانت مهمة ولعبت دور كبير أيضا، سواء أعلام إسلامية أو أعلام نسائية، وأيضا أعلام علمية ثقافية في مختلف المجالات وأيضا الرياضية. أيضا بيكون عندنا فقرة اسمها شيء من القصص، بنتعرف أيضا على قصة نأخذ منها العبرة، يعني قريبة كثير من حكاوي ليل مثل ما ذكرت. احنا حابين أيضا نغير العناوين كشيء من التغيير. فقرة إذا حكى الليل، هذه بتكون فيها قراءات شعرية مختلفة تناسب الفترة، سواء من قراءتي أو بنسمع قصائد لبعض الشعراء، أو بإمكانكم أنتوا أيضا تشاركوا في هذه الفقرة. هذا إن شاء الله بيكون التوصيف الجديد بكرة في برنامج الساعة 25. ده الله أعطانا وياكم عمر، وأيضا في فواصل جديدة حضر لنا إياها أسعد الرئيسي مع الشكر، وإن شاء الله بيتولى الإخراج محمد الشملي. ما عارف إذا عبدين بتشاركة ولا في الدورة الجاية، أظن بتكون عندك حلقة ولا حلقتين. عموما احنا دائما يعني في محاولة انه نساعدكم ونقدم لكم الجديد والمعلومة المفيدة في هذا الوقت المريح مثل ما يقولوا من اليوم. في اما برنامجنا اليوم فقرة بانوراما، عندنا مجموعة من العناوين: تطعيم الأطفال من خلال بصمات الأصابع، وارتفاع ضغط الدم يزيد خطر الإصابة بالجلوكوما، وحقا ذكورية مانعة للحمل. الجراح العالمي مجدي يعقوب يوضح ماذا حدث للفنان خالد صالح الله يرحمه، وطبخة كوسة تهز حي باليمن. شو التفاصيل بنتعرف طبعا. مراسم زواج جورج كلوني الرسمية بدأت، تزوج لبنانية اسمها أمل عالم الدين، بتعرف شوي على تفاصيل العرس، الفخم كيف كان، ملابسها من وين وملابسها من وين. أيضا بتعرف على بانوراما صحة عقار واعد لعلاج الأمراض المستعصية، وعندنا بانوراما خبر طريف: أعفية من السجن بسبب طولة عملاق، قالوا له خلاص براءة روح البيت تمام. أيضا عندنا فقرة حكاوي ليل قائمة، وإن شاء الله في تمام الواحدة انتقل وياكم لاستوديو الأخبار لقراءة العناوين. تحية لكل المستمعين وأصدقاء البرنامج، ننتظركم دايما على 90456. أما فقرة ماذا لو لليوم الأخير، ماذا لو أردت الاسترخاء، ماذا تختار؟ يعني جاي تعبان ومرهق، شو بتختار يا ترى؟ يعني اليوم الخيارات اللي بتختاروها فيها تحليل للشخصية. نتمنى انكم تنتظروا معنا لنهاية البرنامج حتى تعرفوا شخصياتكم من خلال اختياراتكم. لو أردت الاسترخاء ماذا ستختار؟ هل كرسي، شمعة، قطة، أم إضاءة خافتة؟ كرسي، شمعة، قطة، أم إضاءة خافتة؟ تبغي تسترخي، إيش تختار؟ كرسي، شمعة، قطة، إضاءة خافتة؟ نتمنى من المستمعين أنهم
فقط يختاروا من ضمن الخيارات اللي احنا قدمناها ما نتشعب اكثر. يعني انا لو حد سالني بتسترخي ايش بتختاري، بقول بانيو، في فقاقيع، مي دافي، في الاملاح كذا، الواحد يحس انه باسترخاء شويه، لكن ما موجود البانيو ولا اليوغا. هل كرسي، شمعة، قطة أم إضاءة خافتة؟ ننتظركم على 90456. كل ما عليكم أنكم تكتبوا ماذا لو، ترسلوا على نفس الرقم 90456، وبإمكانكم تكتبوا خياراتكم مباشرة، لكن أتمنى أن تكون الرسائل معنونة بأسماء أصحابها فضلا وليس أمرا. ما ياخذني إلا الموت، إلا الموت، وغيره ما يفرقنا معك العمر كله، يا عسى يومي قبل يوم وعد ما غيب عن عينك، ما غيب وعد ما رخص بحبتنا حبيبي، ساعة الفرقة أبيها آخر همومك. ما ياخذني إلا الموت، إلا الموت، وغيره ما يفرقنا معك العمر كله، يا عسى يومي قبل يومك وعد ما غيب عن عينك، ما غيب وعد ما رخص محبتنا حبيبي، ساعة الفرقة أبيها آخر همومك. قلبك
وحبك بالحفظ والصون حبيبي ما أبي تشغل بطار البعد تفكير أحبك أحبك وكل شي الغلاك يهون وهبتك قلبي ما يبغي سواك ولا عشق غيرك أمان الله على قلبك على قلبك وحبك بالحفظ والصون حبيبي ما أبي تشغل بطار البعد تفكيرك أبيك وكلي أحبك أحبك وكل شي الغلاك يهون وهبتك قلبي ما يبغي سواك ولا عشق غيرك انت الغلا يا كبرى هذي قلبي غلاك انت الهوى ما تسوى هالدنيا بلا انت الوفا عيشني بالدنيا معاك والله. معنا من جديد مستمعينا 94.56 للي حاب احنا نتصل فيه يسولف معانا ويشاركنا في فقرة ماذا لو يكتب ماذا لو يرسل على نفس الرقم واللي يقودوا مركبتهم نتمنى ما ينشغلوا بإرسال الرسالة النصية القصيرة بإمكانهم فقط يرسلوا أي رمز أو رسالة فارغة أو أي حرف إن شاء الله احنا بنعاود الاتصال فيكم 94.56 اليوم فقرتنا ماذا لو أردت الاسترخاء ماذا تختار كرسي شمعة تلعب قطة أم إضاءة خافتة حاول كل خيار من الخيارات هناك أيضا تحليل الشخصية بنستعرضها سواء في نهاية البرنامج في رسائل كثيرة وصلتنا نسعد في هذا التواصل الحي والمباشر دايما تواصلكم يسعدنا ونعرف أنه بالفعل في ناس يلسى تتابعنا وتستمع للبرنامج فقرة بانوراما مستمعينا طور لبروفيسور أنيل جان من جامعة ميشيغان الأمريكية طريقة مستحدثة لتطعيم الأطفال وجدولت أوقات التطعيم المختلفة وفقا لبصمات الأصابع بدلا من الطرق التقليدية التي تستخدم الأوراق والسجلات الطبية لتسجيل مواعيد التطعيمات المختلفة بتواريخها. يمكن الأمهات والأباء يعرفوا يعني الورقة الخضراء للأم الحامل بعدين تستبدل بالوردية للطفل عشان التحصين والتطعيم والوزن ومتابعة صحته وحالته ونموه أيضا بالكامل ويتم الاحتفاظ فيها ترافقها إلى الحضانة أو التمهيدي أو الروضة أو فصول الدنيا عموما كل التحصينات تكون مسجلة فيها والبعض يعني يخليها كذكرى للأطفال أيضا لما يكبروا ويشوفوا كيف كان وزنهم وكيف ما أصبحوا عليه الطول والوزن أيضا. عموما نرجع للموضوع يسهم ذلك الإجراء الوقائي في رفع وتعزيز مناعة الأطفال والرضع ووقايتهم من الإصابة بالأمراض وإنقاذ حياتهم. لاحظ الدكتور المشرف على البحث العلمي أن الطرق التقليدية المتبعة في تسجيل مواعيد التطعيمات من خلال أوراق شهادات التطعيم تعتبر غير مجدية ونافعة خاصة في الدول المتقدمة نظرا لإمكانية ضياع تلك الأوراق والمستندات. إذن هذا الأسلوب المعقد والمستنفذ للوقت مليء بالمصاعب عند التعامل مع مجموعات المعطيات الكثيرة يعني بدلا من الورقة خلاص بصمة الأصبع تكون مثبتة وموجودة متى ما حط بصمة أصبعات تطلع كل الكشوفات واضحة وموجودة معهم. أيضا في خبر مستمعينا في مكالمات على الخط عمتين إذا نخل مكالمات ما نبي نعطل المستمعين. معانا الأخ مجيد صباح الخير مجيد. صباح النور كيف حالك أخي؟ الحمد لله بخير أختي. من وين؟ من بهلة.
أهلا وسهلا بهالي بهلة كلهم. الحمد لله أختي. أنا قاعد أدور قلم يا عبد المجيد، كل الأقلام ما تكتب عندنا. الله يخليك أختي. كيف كان يومك يا عبد المجيد؟ إن شاء الله موفق. الحمد لله تمام. وين حاليا؟ ما واضح شوي معك. وين حاليا أقول لك؟ معك محمد. محمد مجيد كانت في السيارة معي. كيف؟ محمد ولا عبد المجيد؟ بس سكر على صوت الإذاعة تسمعني عن طريق الهاتف. شو السالفة؟ ألو. ألو مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك أخي؟ من معي؟ معك مجيد. مجيد؟ إيه نعم. كيف حالك يا مجيد؟ طيب الحمد لله. نشكر الله. من بهلة؟ إيه نعم بهلة. كانكم في الطريق، وين رايحين وين جايين؟ والله في الطريق، راجعين من دولة الإمارات ومعي زميلي هو اللي كلمني كمان. شكلكم مرهقين وتعبانين يعني شوي وبتناموا. أكيد مرهقين والله، من الصباح دولة الإمارات أربطة الحين أيام عيالك. في السوق كنتوا تتسوقوا؟ كيف؟ تتسوقوا أقول؟ نعم ما فضلتوا انكم تباتوا وترجعوا ثاني يوم عشان يعني تكسروا التعب؟ والله بايتين من امس عاد، وبكره ورانا دوام. بايتين عاد. واحسن يعني. اي عموما يعني الواحد سبحان الله لما يدخل السوق خاصه المولات الكبيره في اماره دبي ما يحس، يمشي بالست وسبع ساعات. صحيح والله، يعني على طول سبحان الله الساعة تستوي نفس الثواني. صحيح والله كلامك صحيح. عموما الله يسلمك. عموما بالفعل يعني متعة التسوق عندهم هناك، يعني احنا فخورين جدا بإمارة دبي وبالإنجازات اللي حققتها والمشاريع الضخمة، يعني سبحان الله ما كانك في دولة من دول الخليج منها للأعلى يا رب. لا أبدا ما شاء الله، يعني شوف الإمارات غير. صحيح صحيح، في تطور سريع يعني الحين أكثر دولة خليجية وتقريبا عربية يعني في التسوق ما شاء الله. هي صارت وجهة التسوق يعني في الوطن العربي بشكل عام. التسوق والسياحة بعد. صحيح. خبرني يا مجيد، إذا فضلت أنك أنت تسترخي وأنت الحين وايد محتاج للاسترخاء، إيش بتختار؟ والله سمعت خياراتك قبل بس ما أتذكرها يعني. كرسي أم شمعة أم تلاعب قطة أم إضاءة خافتة؟ والله يمكن ولا واحد من هنا، بس عاد قدام خيارات كثير إضاءة خافتة. إضاءة خافتة. أي نعم. ولا واحدة منهم شو يعني كنت بتختار؟ يمكن في خيارات ثانية يعني. تبغى تذكرها ولا؟ كيف؟ تبغى تذكرها؟ والله أذكرهم. لا أنت بالنسبة لك إذا حاب تسترخي إيش تعمل عشان تحس نفسك إنك مسترخي؟ عشان شو؟ عشان تسترخي. والله عشان تسترخي يمكن أول شاطي على البحر. شاطي على البحر يعني بعد بتطلع أنت خلاص راجع البيت، يفترض تسترخي في البيت. راجع البيت والله هني في ما معانا البحر الداخلية كلها يعني، بس في وديان يعني في أماكن سياحية ثانية يعني. صاحب الأماكن السياحية مجيد، أنا أفضل بحضر. مجيد أنا أفضل توقف عند أقرب كافيتيريا تشرب لك إسبريسو دبل عشان تصحصح معانا. لبن؟ إسبريسو دبل قهوة. قهوة والله ما في كافيتيريا يعني في غريبة يعني، بس خلاص لأنك أنت خارج التغطية بالمرة. هو طبعا الشبكة تعبانة شوي. شبكة رميتها على الشبكة. تمام الشبكة تعبانة وأنا بطول بكبري بعد خارج التغطية. ترى أنا أقصدك أنت أنك خارج التغطية، أنت رميتها على الشبكة. لا لا أنا خربت من إذا أنا علي أنا خربت من البلد يعني. تمام شكرا لك. عموما توصلوا بالسلامه انت ومحمد، سعدنا بسماع صوتكم. يعني ايش حاب اللي معاي يبغى يسمع شيء؟
ايش؟ معي زميلي وبا يسمع. ايش؟ لحظة بس انا بس معي زميلي وبا يسمع. وخالد عبد الرحمن. خالد عبد الرحمن اي اغنية؟ اي اغنية حبيبي هذا وضعك. تمام، شكرا لك يا عبد المجيد، حياك الله. تسلم تسلم يا اخي، مع السلامه. حياك الله، يلا مع السلامه. يعني انا اقول له انك انت طلعت في البيت تبي تسترخي في البيت، يقول لي البحر. اقول له في البيت، يقول لي شيء وديان فيه. يبالا. تمام، توصل بالسلامه. لكن انا انصحك تشرب قهوه عشان تصحصح. معنا مكالمه ثانيه. عيسى، كيفك يا عيسى؟ أصبح قلبك بالرياحين والعود، أصبح قلبك بالرياحين والعود وبالطيب والترحيب بكفاق حده. أصبحك بخير، أصبحك بخير وخاطرك دوم مسعود، وعساك ما تشتكي من الوقت شده. أهديك في صباحك عطور وورود، عربون لك مدفوع رمز المودة. شخباركم رنة؟ الو، الو، ان شاء الله. الو، شو اخباركم رنا؟ الو، ايوه، 90456 للتواصل. عيسى، الو عيسى، عيسى صباح الخير. أبو رزان، شو السالفة يا عبدين؟ ماشي عيسى، قطع. كان ودنا نسمع منك قصيدة فريش وجديدة على حسب قولتك. عموما 90456 للي حاب يتواصل معانا، بعض الرسائل نقراها على عجالة. صباحكم نور، نصارع النوم حتى لا ننحرم برنامجكم الطيب، عسى نكون أول الحضور. سابقينك اثنين يا يحيى، أهلا وسهلا فيك. مع أو ضد مسعيد، هذا ما كنت أطرحه في رسالتي الأسبوع الماضي لك، ولكم كل الشكر من يحيى، شكرا لك. ماذا لو أريد إضاءة خافتة من خلفان المعولي؟ نبيل بن سيف بن محمد السعيدي يقول بختار الكرسي. إضاءة خافتة أكيد، أختار كرسي في الشغل والسيارة لدرجة أن يمسوي علامة في الظهر والسهر. كرسي يحيى شهر. تمام، مراحب. أنا عن نفسي وقت الاسترخاء أحب ألاعب القطة. معك خميس حمد المزيني. أيضا محمد سديري يقول بصراحة الكرسي. هلا كيفكم أخواني وخواتي، معكم وليد الحراسي أبو خالد، أنا أقول الإضاءة الخافتة. سليم سالم المسكري يقول أيضا الإضاءة الخافتة. مسعود العنقودي يقول لا تبكي على شيء مضى، بل اجعله درسا لك، واعلم أن الضربة التي لم تقتلك زادت من قوتك، ولا شيء يجعلك عظيم إلا ألم عظيم، فليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. شكرا لك يا مسعود على الكلمات الجميلة. 90456 أيضا صباح الورد، ملاية أدم لعندكم بمسقط مع فنجان قهوة سميح. درب السلامة لك يا سميح، يعني لو قريب كنت من مجيد ومحمد كنا بننصحك تلاقيهم حتى تعطيهم كذا كافيين مركز حتى يصحصحوا معانا. يعني أنا أقول له دبل يقول لي لبن. ساعتنا 12:40 دقيقة. رجع لنا عيسى. عيسى كيف حالك؟ هلا، شخباركم سعيد؟ شو مشكلة الصوت معك اليوم؟ ما أعرف والله، من عندكم أعتقد، يعني ما من عندي. ليش من عندنا؟ ليش كل شيء ترموا علينا؟ احنا مالنا؟ الله الشبكة، سبحان الله، يعني الشبكة، احنا تليفون ثابت، انت نقال. كيف حالك يا عيسى؟ عفوا مسعيد، كيف حالك؟ اقول لك اول شيء اقول لك يسعد الله صباحك واجمل ورق تحية للمبدع الرائع المتميز في هذا البرنامج. نتمنى ان شاء الله انه يكون عابدين مستمر معانا لحد نهاية هذا الدورة البرامجية الجديدة. يعني وليش ما تبغى شملي؟
والله ما قصدي إن ما أبغى الشمال على عيني وعلى رأسي يعني يا أم سعيد. لا أنا ذكرت في بداية البرنامج ذكرت إنه محمد الشملي بيكون معاي وعابدين أيضا بتكون عنده كم حلقة. أنا أقول لك بس الأساسي بيكون الشملي. أنا أنتظر لما يكون عابدين في البرنامج. لماذا؟ لأنه هو يبادر بالاتصال بي يعني. آه ليش الشملي ما يتصل؟ ما يتصل بالشملي. ما اعرف ليش ترى ما يخص المخرجين بس اتصل فيني عيسى ما يخص المخرجين انا اللي اعطيهم الارقام عقب منك انت السبب ممكن ما شاء الله يعني شوف لازم تحسن الظن بالاخرين يعني ما تقول شيء وانت ما متاكد منه يا الله عسى خير ان شاء الله اليوم احنا نحاول نكون سهرانين معاكم ونوضع بصمه من خلال البرنامج ونسجل حضورنا لا تسجلونا غياب اكيد يسعدنا حضورك دائما يا عيسى شو بتختار والله شوف يوم سعيد أنا بختار إضاءة خافتة إضاءة تعرفي ليش؟ لا لأن أحسها مريحة وخاصة لما يكون معها مزيقة هادية طبعا يا عيني. هي أيضا يعني تعطي جو إحساس ممتع جدا يعني ورومانسي إيش تحب تسمع؟ الشخصية المتواضعة إيش تحب تسمع في الموسيقى بيتهوفن ولا؟ والله شوف يوم سعيد أنا يعني يكون بنفسي جالس موزارت جالس وحداني احب اسمع اغاني عبد الكريم عبد القادر توك تقول موسيقى وخاصة ندر الصوت توك تقول موسيقى نقلت الاغاني على طول لا هي الموسيقى او الاغاني لكن احس ان اقر الصوت هي مناسبه لي احيانا يكون جالس وحداني فهذه الاغنيه سبحان الله اللي هي لها ذكريات جميله وطيبه جميل. تسترجع يعني ذكرياتك وانت مسترخي ما في احلى من كذا يا عيسى ايوه صحيح ويجيك الهام الشعر ايضا يا الله ام سعيد عاد انت ما تسألين عن شعر عاد انا لما اسمع هذا الاغنيه يعني كل ما في قلبي يطلع وكل خواطري يعني خواطري يطلع من خلال هذه الاغنيه يعني الواحد يعيد ذكرياته القديمه وسبحان الله يكتب يعني وتعرفي انت ام سعيد ان الشاعر لما يكتب حاجه عن شيء يعني مرت عليه في حياته يعني صحيح. او من خلال تجاربه في الحياه عابدين اذا عندك بحيره البجع تشايكوفسكي بليز تشايكوفسكي في بحيره البجع انا بخزنتها عيسى حاب تسمعنا شيء اسمعك حاجه لكن عندي طلب اول شيء قولي تم والله اذا اقدر عليه تم يا عيسى يسمعني عابدين اقر الصوت لعبد الكريم عبد القادر ان شاء الله بنسمعها ما يهمك نزير وأنا بسمعك هذه القصيدة وأيضا القصيدة هذه أمرنا يعني أنت تعرفي أن قصائدنا ما تبث إلا عبر برنامجكم المتواضع إذاعة الشباب كوبي رايتر خلاص عيسى تفضل نزير هذه القصيدة عنوانها ألم الفراق يعني ليش أنا طلبت عبد الكريم عبد القادر أم سعيد مفارق حد يعني قريب حد هذا خليه سر لا يعني المفروض انت تطلب لا تلومونا مفارق احبابه ولا يمكن سمع القصيده وحكم عليها زين تفضل اقول فيها سلام من روح تحبك يا شاغل الافكار سلام من روح تحبك يا شاغل الافكار سلام من قلب من سبايبك اشعلت ناره ابكيت قصيده حب تبقى بيننا تذكار أبكيت قصيدة حب تبقى بيننا تذكار فيها الحب عنوان وأجمل عبارة لو جيت أوصف غلاك فيها المعاني تحتار لو جيت أوصف غلاك فيها المعاني تحتار مثل ما حير الناس سور الصين وبرق التجارة ما أقول حبك مثل البحر لأن البحر غدار وانت الوفا طبعك ومسكنك واستدارة أحبك كثر ما على الكون وكثر ما دار واشتاق لك شوق السجين لأحبابه زيارة يهون الموت من بعدك والموت بختار وإفراقك أعظم مصيبة لي وأكبر خسارة وإفراقك أعظم مصيبة لي وأكبر خسارة ايش رايك فيها ام سعيد والله تعور القلب يا عيسى انت مو سوي ام سعيد تعرف انت الشاعر يعاني والشاعر لما يعاني انا ما اقدر اكمل البرنامج في الحياه وجعت لي قلبي يا عيسى
مؤلم بالفعل وطال الفرق. طبعا أم سعيد أوجه لك أحلى تحية، أوجه تحية لأخوي عبدي البلوشي ولكل من يحب ويعز الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان بن سالم الرواحي من ولاية سمايل. حياك الله يا عيسى، شكرا لك وخليك على السمع. تسلم، حياك الله. حصلت عبدين بحيرة البجع ما في 90456 للي حاب يتواصل معنا في البرنامج. فقرة ماذا لو، لو أردت الاسترخاء ماذا ستختار؟ كرسي، شمعة، تلعب قطة، إضاءة خافتة. خلونا بس فقط في الخيارات الأربع هذول وفي تحليل للشخصية إن شاء الله بنقرأ في نهاية البرنامج. معنا فاطمة، صباح الخير. كيفك يا فاطمة؟ الحمد لله بخير، أخبارك يا ندى؟ نشكر الله. سهرانة؟ صوتك؟ سهرانة يا فاطمة؟ أيوة، أول اتصال بنت نفس المرة الماضية تتذكري؟ شفتي؟ أيوة، من أسبوعين. أسبوعين ولا أكثر؟ أسبوعين. أسبوعين يمكن. كيفك يا فاطمة؟ من وين؟ ذكريني شوية، عملي لي رفرش. من نزوة. من نزوة. فاطمة الطالبة ولا؟ لا أنا لا، خبرتك متخرجة. أيوة، تبحثي عن عمل. إن شاء الله تتوفقي. قلتي كأنه في منادينك عشان مقابلة أو شيء كأنه، ولا ما أنتي؟ لا ما نادوني. ما إن شاء الله ينادوك يا رب. إيش تخصصك؟ شهادتك إيش فاطمة؟ تخصص صيادة بلغة عربية. آه، لكنا نسولف عن أنك تدوري أخطاء المذيعين. أيوة. أهلا وسهلا يا فاطمة، سهرانة معنا؟ أيوة سهرانة معاكم اليوم، أنا كل يوم أسهر معاكم. طيب ليش ما تتصلي؟ أحيانا يحالفنا الحظ، أحيانا كذا يعني استمتع أني أسمع المتصلين وأراءهم وكذا، استمتع يعني موضوعكم. تمام يا فاطمة، إذا أردتي الاسترخاء شو بتختاري؟ كرسي، شمعة، أم تلعبي قطة، أم إضاءة خافتة؟ أنا أتصور البنات أغلبيتهم يخافوا من القطط. أنا القطط عاد هذه لا تحطيهم صوبي، أحسهم مرض. ما أحبهم حتى كصور، ما أحبهم. أحب الشمعة. الشمعة، أيوة. عموما نتمنى تتابعينا لنهاية البرنامج حتى تسمعي تحليل الشخصية. تمام، شكرا يا فاطمة. حياتي، تسلمي. 90456 للي حاب تواصل معنا. ما حبيت دي الموسيقى، رجع موسيقتي يا عمتين. في البرنامج هناك أيضا بيتهوفن، ما أعرفها لكن أي واحدة هذه، أنا أحب تشايكوفسكي. 90456 في فقرة ماذا لو، اللي حاب يشاركنا يكتب فقط ماذا لو أو يرسل أي رسالة فارغة. وتحية لجميع العيون الساهرة في خدمة الوطن، تحية لكل من يعمل في القطاع الطبي، العسكري، التعليمي، خدمات الأمن والسلامة، في المطارات والمواقع الحدودية، أخواننا العزيزين علينا سواقين الأجرة، سائقين الشاحنات، موزعين البترول، وأيضا موزعي الجرائد، لهم منا كل تقدير واحترام. وإن شاء الله نقضي ما تبقى من الوقت في سعادة وفي أخوة بالغة. حياكم الله، نتوقف مع فاصل وراجعين. مهما يقولون، مهما صار، مهما تم، انت البدايات واخر ساحل ومينا. مهما يقولون، مهما صار، مهما تم، انت البدايات واخر ساحل ومينا. في هرجة الناس للعذة لا تهتم، في هرجة الناس للعذة لا تهتم، لهم يحسون فينا ما حكوا فينا، معك بشرب الصبر والمر والعلقم، معك بشرب الصبر والمر والعلقم، شيء على طاري الفرقة يودينا. في هرجة الناس للعذة لا تهتم، في هرجة الناس للعذة لا تهتم، لهم يحسون فينا ما حكوا فينا، ما عد بشرب الصبر والمر والعلقم، ما عد بشرب الصبر والمر والعلقم، شيء على
طاري الفرقة يودينا شيء على طاري الفرقة أهواك ما هي مواويل بهت عن والله أهواك ما هي مواويل بهت رنم دار المواويل هي اللي تغني دار المواويل هي اللي حنا اجتمعنا وشمل العاشقين التم حنا اجتمعنا وشمل العاشقين التم قمنا حروب الهوى فزنا وردينا قمنا حروب الهوى فزنا وردينا أهواك ما هي مواويل بهت رنم أهواك ما هي مواويل بهت رنم دار المواويل هي اللي تغنينا دار المواويل هي اللي سبعين تسعين أربعة خمسة ستة للي حاب يتواصل معنا رسالة بونجور اختي ندى شحالكم بخصوص موضوعكم الاسترخاء في غرفة أنيقة مع شموع أخوكم سالم الحوسني حلو أنا أتابع وأشكرك مسعيد على برنامجك وتقديمك بصراحة مسعيد نحترم تقديمك وأسلوبك الباقي ما أقدر أكمله لأنه يخص ناس غير شكرا لك عموما أمرنا أنا أحب أسترخي أمام صينية عوال لازم تلبس عاد كمامات أمرنا إن شاء الله في القادم يا فريد شكرا جزيلا على التواصل إحنا دائما نسعد ونقدر كل من يرسل لنا رسالة صباح الخير معكم أبو سجا شعر أبو رزان ما دخل في بالي أختار الكرسي صباح الخير لكل الحلوين لجميع الطاقم حبيت صباح عليكم وعلى ربيعي بل ربعي علي المعمري وعماد الريسي أخوكم عامر السناني أهلا وسهلا يا عامر صراحة أنا يوميا أرجع من دوام هذا الوقت أتابع برنامجكم المسلي والممتع شكرا ندى وعبدين صباحكم ورد خلفان المعولي صباحك فل أهلا وسهلا فيك يا خلفان نسعد دائما بتواصلكم دائما كل الرسائل اللي وصلتنا تطلب فقرة ماذا لو إن شاء الله بس يسعفنا الوقت ونقدر أن احنا نغطي الكل يلا على عجالة قبل ننتقل لاستوديو الأخبار معنا عبد العزيز صباح الخير ألو صباح الخير كيف حالك أخي تمام الحمد لله كيف حالكم كأنك شوية مبحوح سلامات كيف أقول كأن صوتك شوية مبحوح لا يمكن ليش ما تكلمت كثير اليوم منكم ما تكلمت كثير ليش؟ لأنه بس كنت طالع تلفزيون وكذا يعني طول اليوم تشوف تلفزيون؟ لا ما طول اليوم بس يمكن خليت خمس ساعات شوي عجبنا في فيلم هندي عجبني شوي فيلم هندي خمس ساعات؟ فيلم هندي ما خمس ساعات يعني أنا متابع تلفزيون خمس ساعات بس آخر شيء تابعت فيلم هندي
اندمجت عندي كثير. فيلم هندي يعني أقل شيء ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات صح؟ لا هو تقريبا أقل يمكن بس مدة ساعة يمكن. والله في فيلم هندي مدة ساعة؟ يمكن ساعتين. مستحيل فيلم هندي مدة ساعة. ساعتين. الساعة الأولى بكي والساعة الثانية غناء ورقص. هاي الأفلام الهندية لازم تطلع من السينما إذا كنت دخل سينما يعني تستحي حتى تشوف الناس من الدموع دائما يعني يعزفوا على وتر العاطفة دائما يخلوا الناس تبكي يهجوا مشاعرهم وعواطفهم. تدرين بكتعرف كلامي تفضل. تدرين أنا هذه السينما ما أحبها كلش أدخل سينما ما أحبها. ليش؟ لأن لما أدخل كلمة يقول داخل في قبر سينما قبر؟ والله أنا حست المكان مظلم وحست المكان نازل تقول كلمة داخل في قبر. أنت أي سينما تروح؟ رحت في مرة في بهجة الأنظار. والله أنا ما راح بس أخوي دخلنا بهجة الأنظار؟ قصدك البهجة؟ أيوة بهجة سينما البهجة. بهجة ولا في هذه تمام في أيوة في التقريب الموالح. تمام يا عبد العزيز. الحين وين حاليا في البيت بعدك؟ والله بالبيت فوق السطح. فوق السطح؟ نعم. ليش تسوي تعد النجوم؟ علشان الارسال. لا من الارسال تحت يكون ضعيف. عبالي تعد النجوم. لا اخذ جلسه وعشاء يعني. تمام عبد العزيز. شو بيكون خيارك اذا اردت الاسترخاء؟ كرسي، شمعه، قطه ام اضاءه خافته؟ والله بيكون خياري بكرسي بحكم حياتنا يعني. كرسي؟ اي نعم بحكم الحياة يعني يفرق من حياة ناس لحد حياة ناس. فاحنا حياتنا شوية عصيبة فاحتاج الكرسي. تبى كرسي. تمام شكرا يعني. لك يا عبد العزيز. وبعدين تفضل. وبعدين بقطع كلامك بالخير ايضا. تفضل اخي. في اول انت يا اخي في تقولي كلمات يعني تفيدنا الصراحة. مثل يعني اذا بتروح السوق اذا ما بتشتري شيء اشتري هدايا مش عارف ايش. ايوه فالحين ما تقولي هذه الكلمات يعني ما صارت يعني في البرنامج تقولي لا يعني يعني شوف فيما يخص عمليه النصائح ترى تجي هي تلقائيه يعني يكون أيوة. في موضوع ونتكلم عنه أيوة بس خفت من صارت هذه ماذا لو انخفض. ما حبيت فقره ماذا لو؟ لا بالعكس هي فنانة لكن عادي أنا راحت شوية هذه الفوائد راح. معليش إن شاء الله في حلقة بكرة بتسمعوا شيء مختلف إن شاء الله. أيوة بعد في عندي طلب يطول عمرك. تفضل عبد العزيز. والله باغي محمد العريفي معنى الحب. معنى الحب؟ محمد العريفي. أي هذه نزل أغنيتين نزل أغنيتين واختفى. إن شاء الله. لا أنا باغي معنى الحب الذات إن شاء الله. إن شاء الله. ما تنازل عنه. إن شاء الله يا عبد العزيز ما يهمك. يعطيك العافية. تسلم أخي. خذينا خمس دقائق مع عبد العزيز في مكالمة تنتظر على الخط عبدين لكن ما شيء وقت لأننا بننتقل وياكم لاستوديو الأخبار. كل اللي رسلونا رسائل إن شاء الله بنتصل فيكم إذا أسعفنا الوقت. نتمنى أنه تنتظرونا ما حد يمل ويسكر الإذاعة ويروح ينام. قراءة للعناوين ولنعودة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة من إذاعة سلطنة عمان. نحييكم ونوافي حضراتكم بعناوين الأخبار. طائرات تابعة للتحالف الدولي تواصل غاراتها على عدة مواقع تابعة لتنظيم داعش في سوريا. ودمشق تقول إنها تؤيد الجهد الدولي لمحاربة داعش. وزير الخارجية الفلسطيني يقول إن الجهود التي بذلت على مستوى المفاوضات مع إسرائيل لم تنجح ووصلت إلى طريق مسدود.
نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن أن المفاوضات النووية بين طهران والقوى الست الكبرى ستستأنف خلال أسبوعين بهدف التوصل لاتفاق نهائي. المحكمة الدستورية الإسبانية تعلق الاستفتاء في كاتالونيا. وقمة إستراخان تصدر بيانا سياسيا يمهد للاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين. من إذاعة سلطنة عمان أيها الإخوة وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. يطل وجه الليل في نهاية الأمس ومبتدأ اليوم وصول باكر في الساعة 5:20. يطل وجه الليل في نهاية الأمس ومبتدأ اليوم وصول باكر في الساعة 5:20. في رقة النسمة وفي روعة الهمس هم ودعوا النوم والكل ساهر في الساعة 5:20. في الساعة 5:20 بأنفاس الإحساس مع فارق التوقيت الناس رماس ومجهودهم وافر وحبهم حاضر في الساعة 5:20. في الساعة 5:20 حبيبتي والليل والموال يا عماننا يا راحة البال في القلب والخاطر والنبض والناظر في الساعة 5:20. في الساعة 5:20 ندى البلوشية في الساعة 5:20. حياكم الله معنا من جديد مستمعينا، ساعتنا تجاوزت 1:04. دخلنا في ساعة أخرى إن شاء الله تحمل كل ما هو جميل للجميع من عمر البرنامج ومن عمر اليوم. 6 ذي الحجة 1435 للهجرة، 30 سبتمبر 2014. إن شاء الله بكرة أو اليوم بتبتدي دورة برامجية جديدة بنستهلها ببرنامج ساعة 5:20. هناك عودة بنستعرض الدورة بعدين عشان بس ما نعطل الأستاذ هيثم. أستاذ هيثم صباح الخير. أهلا، صباح الخير أستاذ ندى، كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك. عموما المستمعين في انتظارك وأبرز ما كتبت الوطن في صفحاتها صادرة اليوم، تفضل. تصدر الصفحة الأولى لجريدة الوطن اليوم خبر عن بدء موسم الحج، حيث بدأ مئات الآلاف الحجاج من أنحاء العالم التوافد على المشاعر المقدسة، وتبدأ المناسك يوم الخميس بالمبيت بمنى قبل الوقوف بعرفات يوم الجمعة في مزارة بعثة الحج العمانية مخيمي منى وعرفات للإشراف والوقوف على الترتيبات والتجهيزات، بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج العمانيين لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر. أيضا من أخبارنا المحلية، بدأت أمس فعاليات حوار صحافة المرأة العمانية الثاني برعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد السعيد، والذي يناقش التحديات المهنية والمجتمعية التي تواجه النساء المنتميات لحقل الصحافة والإعلام والوقوف على كافة المعيقات التي تقف أمام ممارستهن للعمل الإعلامي. أيضا قال معالي سلطان بن سالم الحبشي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في افتتاح مؤتمر عمان للمسؤولية الاجتماعية
ان هناك ضروره لوجود تحديد واضح للمشاريع والمحافظات التي تحتاج الى المشاريع التي تاتي في نطاق المسؤوليه الاجتماعيه، مؤكدا معاليه على اهميه ايجاد مشاريع ذات طبيعه مستدامه توفر فرص عمل وتنمي المؤسسات الصغيره والمتوسطه. وفي ملحق الوطن الرياضي، يفتتح الاتحاد العماني للفروسية موسمه بمسابقة دولية في القدرة والتحمل في 18 أكتوبر، وذلك لمسافة 80 كيلومتر ذات النجمة الواحدة للعموم، بالإضافة إلى سباقين دوليين لمسافة 40 كيلومتر و80 كيلومتر. أما عن أخبارنا الخارجية فنبدأ بالشأن الفلسطيني، حيث يعتزم الفلسطينيون تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال 3 أسابيع عبر الأردن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، فيما تعتزم الحكومة الفلسطينية مباشرة عملها في قطاع غزة بعد العيد. وفي الشأن السوري، حذرت سوريا من على منبر الأمم المتحدة من وصفة أمريكية لزيادة الإرهاب. تأتي هذه الوصفة عبر اعتزام واشنطن تدريب مسلحين تصفهم بمعارضين معتدلين، فيما اعتبرت دمشق أن احترام الإرادة الشعبية والتي تمثلت بالانتخابات الأخيرة هي أساس الحل السياسي. كان هذا أبرز ما تنشر الوطن في صفحاتها الصادرة بعد قليل. بإذن الله تعالى، شكرا جزيلا لك أستاذ هيثم، حياك الله. شكرا وتحية نوجهها لكل الزملاء الصحفيين اللي منوبين، وكل الشكر لأنس من جريدة الرؤية أيضا اللي يتواصل معنا عبر خدمة الواتساب وإرسال لنا العناوين. جلالة السلطان يهنئ رئيس أفغانستان، أوباما يعترف بالقصور المخابراتي في تقدير قوة الدولة الإسلامية، والقاعدة تتوعد الغرب. اللجنة العليا لجامعة عمان تطلع على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. افتتاح الركن العماني الدائم بجامعة طوكيو، اكتمال التدريبات لخدمة الحجاج العمانيين بالمشاعر المقدسة، استعراض نتائج المسؤولية الاجتماعية في استدامة التنمية، حوار صحافة المرأة يؤصل لدور العمانيات في الإعلام ويستشرف المستقبل، الإسكان يستعرض مستجدات التحول نحو الحكومة الإلكترونية، حفظ البيئة ينفذ دراسة مشتركة مع خبراء أردنيين لتطوير سياحة المحميات وأليات لاستدامة التنوع الإحيائي، حركة تجارية نشطة بأسواق محافظة البريمي والبلدية تكثف حملاتها الرقابية، انطلاق فعاليات ملتقى شباب القرن 21 في تقنيات عبري تحت شعار شبابك فيما أفنيته. أيضا استعراض تحديات التعيينات بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالتعاون مع القوى العاملة، ودراسة وتحليل واقع تطبيق نظام التقويم المستمر بتعليمية الظفار، دراسة ماجستير حول دور فرع الغرفة بالبريمي، وزارة الأوقاف تنفذ ملتقى توعوية للحجاج الصغار بمشاركة طلاب 10 مدارس، انطلاق البرنامج التعريفي للطلاب الجدد في جامعة صحار، واقتصاديا ارتفاع طفيف لسوق مسقط إلى مستوى 7463 نقطة، وقيمة التداول تضيف 28% إلى 13.42 مليون ريال. تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنظم يوما مفتوحا لاستكمال إجراءات التسجيل في جائزة ريادة الأعمال غدا. تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تدشن هبطة للترويج لمنتجات رواد الأعمال. المناطق الصناعية، تنظم معرضا للمنتجات العمانية في شناص ضمن خطط المؤسسة للتعريف بالصناعة الوطنية. 107,182 طن كميات الأسماك المنزلة في السلطنة بنهاية يونيو الماضي. فرع الغرفة بالظاهرة يسير وفدا من رواد الأعمال إلى الصين وماليزيا، بحث تنظيم دورات تدريبية حول تسويق المشاريع لصاحبات الأعمال بالبريمي. ورياضيا، بدأ مهرجان سباقات الهجن الأهلية في صحم غدا، انطلاق مهرجان صحار الأول لمزاينة المفاريد. نادي السويق يعلن تشكيل لجنة الإبداعات الشبابية لاسياد، منتخبنا لألعاب القوى يتأهل للسباق النهائي، واليد يتألق أمام الكويت ويحل خامسا أسيويا. اللجنة المنظمة اتخذ كافة الاستعدادات لانطلاق رالي الشرق الأوسط، تأسيسية أكاديمية سلطان قابوس لتنمية القدرات الرياضية تستعرض الأعمال الإنشائية، والعين الإماراتي في مهمة صعبة أمام الهلال السعودي اليوم. للمزيد من الأخبار www.arruya.com. احنا متواصلين معكم مستمعينا، كنا نتكلم من خلال عناوين عن حوار صحافة المرأة العمانية الثاني. حضرنا بالأمس الورشة الأولى أو الجلسة الأولى، كان حفل افتتاح جميل وأنيق، وكان التقديم لزميلتنا الإعلامية بثينة
البلوشية. كان هناك في عرض بعض التجارب الإعلامية، أما الجلسة الأولى ترأستها الأستاذة منى بنت محفوظ المندرية، وكان عن المرأة الصحفية تحديات وصعوبات. وكان المتحدثون الأستاذة أوكتافيا نصر، إعلامية ومؤسسة في ورئيسة تحرير في محطة CNN لشؤون الشرق الأوسط، وأيضا دكتور عبد الله بن خميس الكندي، أستاذ الصحافة المشارك بقسم الإعلام كلية الأداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. أما الجلسة الثانية كانت عن دور الإعلام في إنجاح مشاركة المرأة بمجلس الشورى. رئيس اللجنة كان سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، الأمين العام لمجلس الشورى العماني، والمتحدثون دكتور فؤاد عبد الرزاق وهو كبير مذيعي إذاعات BBC العربية، والدكتورة معصومة صالح المبارك وهي أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت ووزيرة سابقة وعضوة في مجلس الأمة الكويتي سابقا، وأيضا المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي عضو مجلس الدولة وأستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بجامعة السلطان قابوس. وكان هناك أيضا ورشة عمل عن الأسس المهنية في التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية، كان للدكتور فؤاد عبد الرازق وفي على مدى جلستين. اليوم الثاني اليوم إن شاء الله بيكون عن دور الإعلام الإلكتروني في إيصال صوت المجتمع إلى صناع القرار. إن شاء الله بيكون المتحدثون المهندس سعيد بن مسلم البرعمي ومريم بنت غالب العلوية وعبد الله عيسى عبد الله. بنا لهم كل التوفيق. عموما احنا كنا نتكلم ايضا قبل الفاصل عن الدورة البرامجية الجديدة اللي بتبتدي بكرة ان شاء الله. هناك مجموعة من البرامج الجديدة. الزميلة والأخت العزيزة شاعرة أصيلة سهلية بترجع إن شاء الله في برنامج جديد اسمه ليل وسماء ونجوم. إذا جهز الترويج نسمعه عبدين. أيضا عايدة البلوشية اليوم كان برنامجها الحلقة الأخيرة في تمعن، بتنزل برنامج جديد اسمه تحت العشرين. هناك أيضا برنامج للأستاذ خالد الزجالي برفقة الشيخ سالم النعماني، بيكون كل سبت من الساعة 1 لين الساعة 3. جنان آل عيسى بتقدم برنامج جديد أعدادها وتقديمها اسمه سينما. سالم السعدي بيرجع لكم في برنامج كاسر ورحماني، بالإضافة إلى باقي البرامج إن شاء الله بتكون مستمرة. ليل وسماء ونجوم اسهر معي كأن العمر ليلة، ما هي سوالف أو حكي، ليل وعمر. اسهر معي كأن العمر ليلة، ما هي سوالف أو حكي، ليل وعمر. والوقت به سيل وغيوم، روحه شفا منديل وانفاسه عطر. ليل وسماء ونجوم. سهرة شعرية نسافر بها مع غيم القوافي وعطر الحروة، تجوب بنا مع أروقة الجمال وليل عاطر بأوتار القصيد ونجوم الشعر في ليل وسماء ونجوم، الأربعاء من 8 إلى 10 مساء مع أصيلة السهلية. ليل وسماء ونجوم على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله الدورة البرامجية تحظى بمتابعتكم واستحسانكم. دائما تسعى إدارة إذاعة الشباب أنها تقدم الأفضل والأجدد والتنوع أيضا في كل دورة برامجية. فيما يخص برنامجنا الساعة 25 بنتواصل معكم إن شاء الله من الأحد إلى الخميس. هذا طلب مني كان للإدارة وتقبلوه، لأنه كثير كان ضغط علي في الدورات البرامجية الماضية لما كان البرنامج لين يوم الجمعة،
كنت أطلع فجر الجمعة من الإذاعة أرجع السبت بالليل، فكأني أنا ما أخذ إجازة أبدا، فحرمت أولادي كثير من أني أنا أطلع معهم أي مشوار أو شيء. فأرجو السموحة منكم، إن شاء الله بنتواصل من الأحد لين الخميس 5 أيام في الأسبوع، ضل يكفي بس عشان تركم يومين تشتاقون لنا ونرجع لكم من جديد. ماذا لو فقرتنا إذا أردت الاسترخاء ماذا ستختار؟ كرسي، شمعة، قطة، إضاءة خافتة؟ عابدين ما طلع، نحن بفاصل نريح شوي المستمع ونرجع لفقرة بانوراما وأيضا قراءة الرسائل واستقبال الاتصالات. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلا. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. للمنضمين الجدد لمتابعتنا في مكالمات تنتظر على الخط من فترة، احنا نرجو المعذرة. ناخذ ايضا مباشرة عدنان. صباح الخير. صباح النور، كيف حالك اخي؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك عدنان، من وين؟ من مسقط. من مسقط، مالك تتكلم كأنك في صندوق، وين انت؟ انا والله في البيت. حاط السماعات ولا حاط سبيكر؟ شو السالفة؟ سبيكر. لا، ليش حاط سبيكر؟ ما يسمع الصوت. معقولة؟ لا لا ما حبيبتي ما معقولة. رايك شكلك ها؟ مزاجي على الاخر رايك ما شاء الله. كيف؟ لأنه مأجز بكرة في الكلية إجازة ومزاجي على خير رايك. وليش رايك. ليش مأجز؟ بجيب لهم سكليت. جيب لهم سكليب. إجازة حال عيد. لا من تو ناخذها. بل 9 أيام الإجازة بتمل. لا لا عادي، لأن بعد بعيد الإجازة يوم الجمعة. أي ما بعيد الجمعة، بعد كم يوم بيجيك الجمعة؟ تمام. والله بعد عندنا الأربعاء والخميس. إيش تدرس عدنان؟ أدرس والله أنا في التقنية. إيش عاد؟ ها؟ إيش تدرس؟ إيش تخصص؟ آي تي. تخصص آي تي. آي تي تقنية. هنا في الأخوير؟ اللي في سنة كم؟ بعد السنة أولى الحين داخل سيرتيفيكيت. اها خلصت الفاونديشن؟ ايوه خلصت الحمد لله. يلا الله يوفقك يا عدنان ان شاء الله. يلا جميعا.
شو بتختار يا عدنان؟ إذا أردت الاسترخاء، كرسي، شمعة، قطة، إضاءة خافتة. طبعا ما في سكليب من ضمن الخيارات. لا والله أنا ما أختار ولا شيء من هذه الأشياء. لا عندك إجباري، أنا ذكرت في البداية أنه ما عندك إلا هذول. بعدين إذا كنت أنا عندي استرخاء بروحي شيء ثاني. تمام، إذا ما بتاخذ من خياراتنا؟ ما باخذ الخيارات أنا. ما تاخذهم؟ تمام، شكرا لك يا عدنان، حياك الله. أنا ذكرت أنه يمكن في خيارات كثيرة للشخص إذا كان يبغى يسترخي، كل واحد وأسلوبه أو طريقته أو اللي يريحه. أكيد في يفترض أنه خيارات أكثر من هذول، بس مثل ما ذكرت لكم أنه إحنا محددين فقط هذه الخيارات لنا وراها تحليل للشخصية. يمكن البعض يحب يسمع موسيقى، البعض يسترخي يشرب شاي مثلا أو شاي دافي، البعض يحب يأكل ثلج، عنده متعة في الاسترخاء لما أيوة عابدين، في ناس تحب تأكل ثلج كذا، تقرم الثلج تأكله، ويعني في أمور كثيرة. ناخذ اتصال. يلا من؟ ياسر، صباح الخير. صباح النور، كيف حالك أخي؟ الحمد لله نشكر الله. أهلا وسهلا بياسر، كيف صحتكم؟ نشكر الله. من وين أخي؟ من العمرات. من العمرات، سهران في العمل ولا في البيت؟ والله في العمل. وين تعمل؟ عندي من شركة تنظيف. شركة تنظيف؟ تمام يا ياسر، شو بتختار من الخيارات اللي ذكرناها إذا أردت الاسترخاء؟ والله الكرسي. الكرسي؟ شو تتوقع مواصفات الشخص اللي يختار الكرسي؟ والله الكرسي أفضل، يعني شو اسمه سيجلس فيه وجد الترخي لا أنا أنا الترخي. أنا قصدي إنه وراء الخيارات هذه في تحليل للشخصية. تعتقد اللي يختار الكرسي إيش تحليل شخصيته بيكون؟ والله ما أعرف. ما تبغى تغير؟ خلاص الكرسي؟ الكرسي. تمام، شكرا لك يا ياسر. الله يحييك. الله، مع السلامة. معانا الردهان عيسى، كيف حالك؟ هلا والله. هلا والله فيك. أهلا وسهلا. يا مرحبا أختي نجاة. عيسى الردهان الاسم الفني طبعا صح؟ أكيد. والاسم الحقيقي إيش؟ عيسى صالح. عيسى صالح. ليش الردهان؟ والله شوفي ما أدري، جاء في واحد اسمه الدكتور نبيل في الكويت، يمكن يعرفه عبدين. في الكويت؟ واحد اسمه نبيل في الكويت دكتور. صديق للردهان. فكنا لما نتلاقى أنا والردهان وهو، فيقول سبحان الله نفس التشكيلة أنتم لما بعض نفس التشكيلة. فجمال اسمه جمال عيسى الردهان. جمال الردهان الممثل الأسمار. بعد مدرس الأستاذ جمال الردهان. ما شاء الله، والله ما كنت عارف إنه مدرس. هو معيد في الكلية هنا، معهد العالي للفنون الموسيقية. معهد العالي للفنون، نعم. مسرحية. أيوة. فكنا مع بعض نتمشى، فدائما الناس يوم يشوفوني يفتكرون أخوان، عرفت شلون؟ آها، تتشابهون؟ شوي كذي في الملامح يعني. فسموني عيسى الردهان. عيسى الردهان خلاص وصقت عادة من الإمارات، وكنت في مسرح دبي عيسى الردهان، وفي عمان أول ما جيت عيسى الردهان خلاص مشت عليك. حتى 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 يعني حتى في الدوام يعني الردهان ردهان ما أعرف. مع أني أنا كنت حاب أن يكون اسمي لنفسي أنا شخصيتي روحي، بس ما أدري. حلو الاسم الفني، ليش لا؟ هو حلو، بس في ناس تأيد وفي ناس ما تأيد، تعرف شلون؟ وإحنا كل شيء بنسويه عشان نرضي الناس. زهقنا حياتنا كلها عشان نرضي الناس. خلنا نرضي أنفسنا على الأقل، خلنا نحب ذاتنا. أنا يعني مرات أضايق يعني فهمتي؟ يوم يقولوا خاصة في الوسط، يعني إذا في الوسط نحن جالسين بين شباب فنانين وهذا عيسى الردهان. عيسى الردهان أضايق، ما أعرف ليش. طيب إذا مضايق بإمكانك تغير، يعني سوي الشيء اللي أنت تكون مبسوط منه ومرتاح. لا أنا شوفي بالنسبة للفن، اسم فني مبسوط، بس
عرفت شلون؟ بس في وسط الجماعة وسط السماء ما أدري، أحس إن أنت تنحرج، تفتكرون أنت ملقب نفسك بهاللقب. تمام يا عيسى، إحنا شوية طولنا، شو بتختار؟ بختار الشمعة. الشمعة. تمام، انطلنا على اسم ماما شمعة. الله يحفظها. عموما الله يسلمك، انتظر معنا لنهاية البرنامج حتى نقرأ سوا التحليل. تمام، شكرا لك، حياك الله، مع السلامة. في بعض الرسائل، صباح الخير، الله يليهنكم، أغنية حبيبي برشلوني لعيون راشد. أيضا رسالة، السلام عليكم، أنا حاليا متجه إلى البلد عبري، سلامي لكم. سلام واصل إن شاء الله، بس ما معانا الاسم. السلام عليكم، صباحكم عسل، أحمد سليمان من إسكي. أهلا يا أحمد، كم يوم سجينك غياب، إن شاء الله تكون بخير. أبو وساس كأنه، مرحبا ندى، برنامجكم وايد حلو، تقديمك أكثر من رائع، أنا أختار إضاءة خافتة، معك سراب منصور. تمام يا سراب، مساء الخير، حابة أسمعكم أغنية مشتاق من كلماتي والحاني سعيد الرئيسي، إن شاء الله يا سعيد. سلام عليكم، تحية وسلام إلى أسرة البرنامج، من أحمد سمام من إزكي، واصل سلامك يا أحمد. صباح الخير أختي ندى، حي موزعي جريدة عمان حلوين، محمد سيابي والتميمي، وممكن أشارك معكم فقرة ماذا لو، إن شاء الله بتشارك أخي. 94-56 إيش عابدين معانا مشارك سعيد، السلام عليكم أخي سعيد، صباح الخير. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي، كيف حالك؟ مرحبا أختي، شخبارك؟ الله يسلمك بخير يا طيبة. مرحبا، الحمد لله رب العالمين. عندي ما واضح، من وين يا سعيد؟ من أصحار. من أصحار، أهلا وسهلا فيك. نعم، شخبارك سندي؟ الحمد لله أنا بخير، طمنا طيبة عنك سيارة. الحمد الله لله، الله يعافيك يا أخوي. أنا بخيرين والحمد لله، دوم يا رب. دوم عزك يا رب. عبدين يسألك على شاطئ صحار، شي دوك ولا ما شي؟ شي العصر بس أحلى شي. العصر يقول لك عبدين، روح العصر أحلى شي، ساعتين أحلى عشان تلقط دوك. أقول له طق لك ساعتين عشان تلقط دوك. لو كان قايل لي من العصر كان قلت لا، الحين أنا جاي في طريق على مصطف كان يبدأ. ترى في حد كان وعدنا بيب لزيلة، وائل العمراني إذا كان يسمعنا، قال له تعال ملقط لك خمس حبات هاي اللي حصلتهم. بس خمس حبات؟ ما أدري عبدين، قال له كلهم وحدك، أنا ما أبغى خمسة، ما كثر لي إلا خمس حبات. ما حصل، يمكن هو يجي على المد صح؟ على شو؟ على الجزر. أيه الجزر. أيه لما يبعد البحار يسحب يطلع. العصر اليوم، العصر كان في شيء ساعة كم يقول لك تقريبا؟ الساعة كم؟ الساعة 4:30 5:00. 4:30 5:00، بإمكانك تروح تروح عندهم ترجع شكله أظن. أهلا وسهلا فيك يا سعيد. يا على وين فيك. وين رايح وين راد؟ والله الحين في الخابورة من أصحاب المصطر. درب السلامة لك إن شاء الله. الله يسلمك. تعمل في مسقط ولا؟ أي والله إن شاء الله توصل بالسلامة. أنا بقرأ عندنا دوام الصباح، بس حلو الوقت الحين، شارع فاضي وأحلى شيء، والجو بارد أيضا، الجو بادي يتلطف، الجو بارد والشارع فاضي، ونمشي على الراحات أنا وعندي صديقي عبد الله فزاري. والنعم في عبد الله، سلم لنا عليه. نعم حالك، الله يسلمك، طيرة مرة مرة طيبة. شو سعيد بتختار إذا قررت أنك تسترخي، كرسي شمعة قطة أم إضاءة خافتة؟ أنا أقول يا كرسي، يعني يا كرسي يعني إضاءة خافتة، لكن أخاف أنام بعد. لا أرجوك. أي عادة هذه. ترى الاسترخاء حلو يعني، والأجمل إذا جاء بعد وراء نومة كذا ولو غفوة. ترى هي بعد الاسترخاء بدي النوم على طول. صحيح. إذا أحسن يكون الإضاءة الخافتة أحلى شيء. الإضاءة. أيوة. والفزاري شو بيختار؟ فزاري الإضاءة، وش تختار، الإضاءة الخافتة ولا القطة؟ على أساس أنت ترخي يعني. خلي نفسي أنا ويا نفسي الشيء. تمام، شكرا لك، إن شاء الله توصل بالسلامة يا سعيد. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخوي، مرحبا. يا هلا. مع السلامة. تمام. عموما إحنا ما قرينا الأخبار اللي جهزناها لكم. طبعا الكل يوم الخميس الماضي الكل عرف بوفاة الفنان
المصري خالد صالح الله يرحمه إن شاء الله. الجراح العالمي مجدي يعقوب يوضح ما حدث للفنان، طبعا هو مات نتيجة بعد العملية عملية فتح قلب. أصدر الجراح المصري العالمي مجدي يعقوب بيان عن مركز القلب بصفة مالكة، والذي قضى فيه الممثل الراحل خالد صالح أيامه الأخيرة لينعي فيه ويوضح لجمهوره حقيقة المرض. جاء نص البيان كالتالي: انتقل إلى رحمة الله الخميس الموافق 25 سبتمبر الفنان خالد صالح، وكان الفنان القدير قد قام بإجراء جراحة معقدة بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان بعد معاناة طويلة مع أمراض شرايين وصمامات القلب. تابع البيان: أمضى الفنان راحل أكثر من 3 أسابيع بالمركز داخل العناية المركزة قبل إجراء الجراحة لتحضيره، نظرا لخطورة حالته وتعقد الإجراء الجراحي المطلوب. وقد تم نقله بعد إجراء جراحة مطولة بقيادة الدكتور مجدي يعقوب إلى غرفة العناية المركزة، حيث مكث فيها 6 أيام تحت إشراف دقيق وملاحظة مستمرة من قبل الفريق الطبي بالمركز نظرا لخطورة حالته. اختتم يعقوب البيان كاتبا: تتقدم أسرة مؤسسة مجدي يعقوب ومركز أسوان للقلب خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير وجميع محبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. في النهاية ما نقول إن لله وإنا إليه راجعون، تتعدد الأسباب والموت واحد، الله يرحمه إن شاء الله ويغفر له. يعني سبحان الله، الله عطى موته يوم الخميس، هذا من الأيام المباركة أيضا، الخميس والجمعة، يعني سبحان الله. وبأمانة أقول لكم، كل ما أتضرع أدعي لله سبحانه وتعالى عن شيء في خاطري يجي في بالي هو، مع أني أنا لا متابعة لأعماله ولا أجريت مع لقاء ولا يعني من معجبينه، بس سبحان الله من أدعي يجي في بالي حتى أشركه في الدعاء معاي. فهذا دليل ربما على حسن خاتمة، والله أعلم والله أعلم والله أعلم. عموما أيضا من الأخبار خبر يقول: طبخة كوسة تهز حيا يمنيا. لم تدري أم الطفل سمير البالغ من عمر 9 سنوات أن طبخة الكوسة التي كانت تنوي إعدادها لأسرتها في وجبة الغداء ستتحول إلى انفجار يهز الحي بأكمله. ذهب سمير في 9 صباحا إلى مزرعة قريبة من بيته في حي الجراف بالعاصمة اليمنية صنعاء لشراء الكوسة الطازجة لوالدته. وجد عبوة مضادة للطائرات قيل إنها لقذيفة مدفع رشاش من عيار 23 ملم، وبينما كان يلعب بها وهو لا يعرف مدى خطورة السلاح رمى وهو يلهو في طريقه بتلك القذيفة، رماها أمام أحد المنازل وكانت مفاجأة انفجار هز الحي بأكمله. فكر هو كذا علبة صغيرة قام يمكن رماها أو شاتها وانفجر انفجرت العبوة. صعق سكان الحي بالانفجار الذي أكدوا أنه تسبب في إصابة طفل آخر يبلغ من العمر 12 عام فيما نجا سمير وعشرة أطفال آخرين كانوا يلعبون بالقرب من مكان الانفجار، مشيرين إلى أن قوة الانفجار وشظايا العبوة تسببت في تحطيم نوافذ المنازل المجاورة وإطارات سيارة كانت متواجدة في المنطقة. سبحان الله. عموما هناك تكملة الخبر، ذكروا أنه من أحدى الجماعات، يعني إحنا ما لنا علاقة في الموضوع، فقط كنا نتكلم عن هذه العبوة. أيضا في بانوراما فن مستمعينا، تزوج نجم هوليوود جورج كلوني ومحامية حقوق الإنسان اللبنانية المولد أمل عالم الدين في حفل خاص مساء أول من أمس بمدينة البندقية الإيطالية. نقلت شبكة CNN الإخبارية عن وكيل كلوني ستان روزنفيلد قوله أن الزوجين قاما بتلاوة قسم الزواج في فندق ضخم يطل على قناة خلابة بمدينة البندقية، وستتم إقامة مراسم الزواج الرسمية الاثنين في مبنى بلدية البندقية عند زوجه أمس. ضم قائمة المدعوين بلغ عددهم 120 شخص، تخيلوا فنان عنده ملايين فقط، عدد مدعوين 120، احنا حتى في الحنة ما نعزم 120، فالعرس 700 وطالع، سبحان الله. دعوا مشاهير من نجوم الصف الأول مثل مات ديمون وبونو مغني فرقة يوتو، برغم من أنه لم يرشح الكثير عن تفاصيل مراسم الزفاف الذي بدأ الجمعة واستمر لمدة 4 أيام، فإنه من المتوقع أن يكون حفل زفاف الموسم بامتياز. يقام حفل الزفاف الضخم في فندقين ضخمين، أولهما أمان كانال كراند
يعود تاريخ بناء إلى 450 عام، وكلفة حجز الليلة الواحدة فيه تبلغ 3200 يورو. طبعا اللي حاب يحوله بالعماني يعني النص مباشرة. والفندق الآخر هو كيبرياني الذي تكلف الليلة الواحدة فيما يقارب $5,000 أمريكي، وتكفل بملابس كلوني صديق المصمم جورجيو أرماني. أما عروسة أمل علم الدين فسيكون فستانها من تصميم ألكسندر ماكوين. أيضا شو بنقول، لأن الخبر جدا طويل يعني ما في شيء مهم، فقط أنه تزوج من لبنانية وكان حفل زواجهم على رغم من صغره يقولوا أنه كان جدا فخم، فيه تفاصيل كثيرة ما لنا علاقة فيها. توقف مع فاصل بسيطة، نرجع لقراءة رسائلكم التي ما زالت تردنا على 90456، وفقرة ماذا لو إذا رأت الاسترخاء، ماذا ستختار، كرسي، شمعة، قطة أم إضاءة خافتة؟ وين يلغايب غايب عن ولوفك قطعا ما تذكر ولافك، مرت سنين عاشوفك وانظري بالعين ما شافك، وقت غليل وبك ظروفك لو حسود بالوشالافك، صرت لا شوفك ولا لوفك معدلي في راس مشرافك. وين يا الغايب عن ولوفك قطعا ما تذكر ولافك، مرت سنين عاشوفك وانظري بالعين ما شافك، وقت غلي لو بك ظروفك لو حسود بالوشالافك، صرت لا شوفك ولا لوفك معدلي في راس مشرافك. حسرات ملهوفك يشتكي الهجران بعنافك، ما نكر لك طيب معروفك يوم تسخيله من عطافك، وانت عني مبتعد طوفك ما لفتني نجدة اسعافك، جاسين ما داخلك خوفك في الهواة تلعب بيسرافك، قلبي بحسرات ملهوفك يشتكي الهجران بعنافك، ما نكر لك طيب معروفك يوم تسخيله من اعطافك، وانت عني مبتعد طوفك ما لفتني نجدة اسعافك، جاسين ما داخلك خوفك في الهواة تلعب بيسرافك. بهذاب متلوفك وانغدا يا زين بتلافك، مدخل الله خذني بروفك لا تعذب روح مولافك، وبجمال انخدته بنوفك يوسفي انت رفه ترافك، كالخزاعية لك طروفك والسحر في ساجي اطرافك، في
المحبة ثاب متلوفر ونغدا يا زين بتلافر مدخل الله خذني بروفك لا تعذب روح مولافك بك جمال خذت بهنوفك يوسف ينترف هترافك الخزاعية لك طروفك والسحر في إيساد يطرافك الآن ميحد حمد أصدر ألبوم جديد إن شاء الله بكرة بنسمعكم كذا مقاطع من الألبوم إن شاء الله يعجبكم يعني أي شيء قدمه هذا الفنان أكيد رائع من الفنانين القديرين والقدامى أيضا في الخليج وفي إمارة دبي تحديدا 94-56 نسعد بتواصلكم معنا مستمعينا أيضا قراءة للرسائل ما أدري وين واصلة السلام عليكم على الجميع طاب صباحكم اختياري الشمعة أحمد النوفلي مع نسائم صباح الندية إليكم هذه الهدية ملأ الله قلبكم بالأنوار الصالحين الأبرار زان الله أيامكم بالطاعات أبو سيف أحمد سليمان من إسكي الله يحفظكم من الأخطار وسعدكم ما دام الليل والنهار وجعل حياتكم إن شاء الله يا رب سعيدة نكسر رسالة عموما ماذا لو بختار الشمعة لأن تحس بهدوء عجيب وغريب من درويش الغماري أيضا رسالة اللهم عوضنا إذا أخذت منا وإذا فقدنا فصبرنا صباح الخير دوام تايم أبو مفيد درب السلام عليك يا أبو مفيد نسعد بتواصلك معنا أخي الكريم عندنا بعض المكالمات على الخط أيضا من معنا عبدين محمد صباح الخير أحمد صباح الورد أحمد أهلا وسهلا يا أهلا ومرحبا مرحبتين أهلا وسهلا يا أحمد كيف صحتكم طيبين نشكر الله يا مرحبا قولي للحلقة الأخيرة في الدورة البرنامجية إن شاء الله بنتواصل معكم بكرة بس بفقرات جديدة يلا طبعا يسعدنا المشاركة معكم حبيبا. الله يسلمك أحمد من وين الله يسلمك من وين أخي أحمد حاليا في عويفية في وين؟ عويفية عويفية أيوة وين هذه؟ لا هذه اللي هي وصلة اللي هي شو تقول لك يعني الوصلة بين الوسطى وولاية الظاهرة الوسطى والظاهرة صغيرة كذا أيوة أول مرة أسمع عنها والله شو تتميز هاي المدينة؟ ولا قرية؟ لا هي قرية قرية صغيرة؟ أيه تبعد من الشارع العام اللي هو صلالة تقريبا 90 كيلو والحين انت وين رايح؟ رايح الى العين دولة الامارات ما شاء الله عليك جاي من صلالة جاي من صلالة ورايح العين اي نعم مدة طويلة طريقة مختصرة تكون بدل تطلعك مباشرة من عبري يبعد شخص يعني يعرف بهذه المناطق عشان ما ياخذ مشوار طويل عشان يدخل صح؟ اي بالضبط او شو رايح تسوي في العين انا احتمال الشبكه بتكون عندي ضعيفه قدام اقول لك شو رايح تسوي في العين واخلص احسن اقول لك شو رايح تسوي في العين تتسوق ولا عمل لا تسويق تسوق تمام ايه. تفضل يا احمد شو اختيارك اختياري كرسي بس اذا كان في طاوله صغيره بعد جنب الكرسي بتدرجوني كويس اي والله تمام شكرا لك يا أحمد طيب حياك الله تسلم الله يعافيك يا أخوي طريق السلام لك معنا محمد صباح الخير محمد معلي تسكر على الإذاعة الله يخليك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف شخصنا كيف الحمد لله بخير كيفك أنت أخباركم طيبين الحمد نشكر الله أهلا وسهلا وين يا محمد والله حاليا في منطقة الأخوير في الخوير اي نعم ماذا تفعل في الخوير عمل عمل نكدح كلنا نكدح والله يعني تخيل اذا ما تشتغل جالس في البيت 24 ساعه ملل صح ولا لا صحيح اكيد الا عادي اذا عندك يعني كل وسائل الراحه في البيت
حد يعمل لك مساج بعد ما يغنيك عن العمل يعني. أي صحيح. هلا ومرحبا. ما كملت الرسالة اللي هني فيها الشباب. أي رسالة؟ لا مقطوعة معي محمد. آه هذي يقطع. يعني شوف طالع لي محمد السيابي. أيوة. واليد إيش؟ التميمي. من؟ مكتوب واليد. محمد ال. أقول لك الرسالة جاتني مقطوعة. آه يمكن. توزعوا الجرايد محمد الحين؟ إيه خلاص بعدين نوزع من قبل واحد إن شاء الله. ما شاء الله عليكم. جادين الحيل. وتخلصوا ساعة كم تقريبا؟ والله على حسب يعني ساعة 4 تقريبا كذا الفجر. اتغطوا مسقط كلها ولا خارج مسقط أيضا؟ والله كل واحد بخطة يعني. أنت وين؟ أنا والله اليوم الوزارات والسفارات والعذيب أجزاء من الغبرة. ما أدري من اللي جاي صوبنا اليوم. عادة لما أنا أطلع أصادفهم. صوبكم عدنان المحسني. يلا نوجه له تحية لعدنان، الله يعطي الصحة والعافية يا رب. خبرني عن خيارك يا محمد، شو بتختار؟ نختار الشمعة إن شاء الله. الشمعة؟ تمام شكرا لك. دوام الليل يعني معنا دوامنا ليل وكذا. شمعة ممتازة حن. أي خاصة الشمعة إذا كانت معطرة بعد حلوة. تمام شكرا لك يا محمد. طيب حياك الله. مع السلامة. مع السلامة. تسلم. يعني فيما يخص الشموع المعطرة خلوا بالكم، يعني إذا كانت خالية من البارافين اخذوها، لأن هذه المادة تكون خانقة. يعني حاولوا حتى إذا كانت الشموع موجودة عندكم تفتحوا الأبواب حق التهوية، لأنه يقولوا يعني إذا كانت معطرة تنتج سموم قد تسبب لا سمح الله شيء مبزين. 90456 أيضا رسالة. ماذا لو بختار الشمعة لأن تحس بهدوء عجيب وغريب. درويش الغماري. يا رب العالمين صباح سعيد من أحمد سيمان من إسكي. طاف بخاطري دعاء للأحبة. يا خالق آدم من تراب وجعل الجنة لمن صلى وتاب، أرزق أحبتي محبتك وبعد عنهم البلاء وارفع شأنهم يوم الحساب، اللهم آمين جميعا يا رب. من عابدين. سميح صباح الخير. صباح الورد. العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا، كيف حالك يا سميح؟ الحمد لله بخير الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا سميح. وصلت صوبنا ولا بعدك؟ لا لا والله باتجاه لسه رايح الغابه. رايح الغابه. ايوه. يلا درب السلامه لك ان شاء الله. الله يسلمك. دورت على الشباب ما لقيتهم عشان اعطينا اول. يمكن وصلوا خلاص. اي تمام سميح، شو بتختار؟ سمعنا خيارك. بحب اختار الضوء الخفيف، اضاءة خافتة. ايوه تمام يا سميح عشان العيون ما يزعج العيون. اي شكرا لك يا سميح. طريق السلامة. تفضل. اذا في مجال يعني لو سمحتي غنية عبد المجيد عبد الله رخيب اذا امكن ان شاء الله يا سميح. حاضر شكرا. حياك الله. تسلم. الله مع السلامة. الله يعافيك. صباح الخير أم سعيد لأروع مذيعة. معك خالد فارسي. حبيت أصبح عليكم كل خير والكل طاقم الطاقم، ولكم أحلى تحية وجزيل الشكر لهذا البرنامج الرائع الاختيار إضاءة خافتة. إن شاء الله نتمنى أنك تنتظر معنا لنهاية البرنامج حتى تسمع التحليل. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج ساعة 25 معكم مع السماء ندى البلوشية وعبدين البلوشي في الإخراج. من عبدين؟ أحمد الهنائي. صباح الخير. صباح النور. يا هلا. أهلا وسهلا يا أحمد، كيف حالك أخي؟ الحمد لله طيبين، كيف أخباركم؟ نشكر الله. أهلا وسهلا. من وين يا أحمد؟ من بهلة. من بهلة أيضا. نعم. يا مرحبا سهلا. مرحبتين. سهران عمل ولا سهر كذا بمزاج؟ والله كذا شبابي. وين سهران، في البيت ولا خارج؟ لا لا خارج. خارج البيت. هي نعم. أهلا وسهلا فيك يا أحمد، حبينا نشارككم كذا معكم في البرنامج يعني. سعدنا مشاركتك وجميع المستمعين. يا أحمد شو بتختار؟ بصراحة أختار يعني يمكن شوي غريب وما سمعته. القط يعني. القط؟ ايوه. عندك قط في البيت؟ شيء قط.
أكيد ليش يعني بالأساس يعني قليل يعني بيوت تخلى من قطط يعني. أي هذا إذا ما حد في البيت عنده فوبيا من القطط. يعني أتذكر شيء بشيء يذكر في مصر في مطعم العمدة أو مقهى العمدة هناك لنا جريب من شقتنا فعلى أساس أنه نروح نتغدى أو نأخذ استراحة أو شيء. القطط يا أحمد من كل الأشكال والألوان والأحجام والأصوات سبحان الله. وتخيل بس يجيبوا الأكل كأنه جايبين الأكل لهم يهجموا عليك. ما قدرت أقعد في في المطعم مستحيل طلعت يعني على طول من كثرها ما عرفت جلس. لا يعني تخاف عرفت ينطوا ويصارعوا بعض ويعني هذه القطط الكبيرة ولا يعني كلهم يعني أي يعني الموضوع مخيف بس يعني بالنسبة لي يعني بشكل عام ما إنها مخيفة يعني عادي حتى لا لا لأن القط ممكن يكون شرس أيضا يعني يشمخ في النهاية يعض يعني صحيح بالفعل في النهاية نمر نفس الفصيلة تمام يا أحمد القط اللي معك مسميه ولا ما مسميه لا 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 ما مسميه ما أحب نسميه قط شو نوعه قط عادي يعني قط هذا مال الشارع أيوة هي هذا تمام شكرا أيوة. لك يا أحمد حياك الله مع السلامة توقعت يعني قطة شيرازي أو سيامي الله لو تروحوا تركيا يعني مش بس البلد جميل القطط أيضا جميلة انبهرت لما شفتهم هذول اللي بيعوهم ب500 ريال ما أعرف كم قطط الشوارع كذا جميلين الأتراك الشركسيين وحلوين فرو وكنا رايحين في الشتاء فيجيوا عند رجولنا كذا يتمسحوا ومنفوشين فرو والشعر مالهم عشان يتدفوا حلوين يعني سبحان الله معانا أنس صباح الخير صباح النور كيف حالك يا أنس والله الحمد لله يسلمك من وين أخي أنا تو واصل نزوة طالع بهالأجواء جاي من مصر رايح نزوة أيوة عمل ولا عمل ولا البيت والله عمل انت انس مال الرؤية لا 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 ما الرؤية نفس الصوت بهل منطقة مخميلة اهلا وسهلا فيك يا انس يا هلا يلا ان شاء الله توصل بالسلامة شو الخيار شو خيارك اخي والله انت تراكم جامعينهم كلهم مع بعض زين لو واحد جلس على كرسي وضو خافت على ضو الشمعة ويلعب القط أحلى شيء يقول بسوا أكيد الشمعة أكيد الشمعة تكون معطرة مثل ما ذكر الشمعة المعطرة تمام أيوة. يا أنس نتمنى إن شاء الله تستمتع والخيار أيضا يكون مناسب لشخصيتك الله يخليك شكرا لك حياك الله الله يسلمك تسلم أنس طبعا كان المتصل الأخير وصلتنا رسالة من أبو يحيى لا أملك الكلمات ولكني أملك قلبا يحبكم ويدعو لكم كل خير صباح الأنوار أحمد سليمان أبو يحيى من إسكي ما اتصلت في أحمد عبدين أعطيتك رقمه ما شيء وقت عموما خلونا إن شاء الله أحمد بكرة تشاركنا في فقرة مع أو ضد لأن اليوم الحلقة الأخيرة في ماذا لو يلا نقرأ الخيارات اللي اختاروا الكراسي سمعوا التحليل قلت حق بعض الأشخاص غير قال لا أبغي الكرسي يقول التحليل أنت شخص كسول تحب الاعتماد على الآخرين تحب التأمل والمناظر الجميلة وتحب أن تكون لوحدك من حين إلى حين آخر تميل إلى مشاهدة التلفاز أو الألعاب الإلكترونية كثيرا وفي الحب لا يدخل قلبك أي شخص بسهولة بل تنتظر الشخص كثيرا حتى بل ينتظر شخص كثيرا حتى تسمح له بدخول قلبك يا عيني عتقل أيضا اللي اختار الشمعة التحليل يقول أنت شخص صبور تضحي من أجل الآخرين حتى وإن كان على حساب نفسك كريم وتحب مساعدة أحبائك كثيرا ما تسرح بخيالك في الحب أنت الأكثر صبرا على المحبوب وتسامح على أغلاطه ولكنك لا تنسى الجرح ومع ذلك فأنت تضحك وتتحدث معه وكأن شيء لم يكن وكثيرا ما تغلط في اختيارك للأحباب
أما اللي اختاروا القطة منهم أحمد الهنائي، التحليل يقول أنت تفتقر إلى الحنان الذي حرمت منه لسبب ما، تتأثر بالمشكلات العائلية كثيرا، لا تحب القيود ولا تحب أن يتدخل شريك حياتك بشؤونك الخاصة، تحب أن يكون لديك خصوصية، وفي الحب أنت معطاء وكريم وحنون ولكنك لا تنسى الإهانة أبدا، وإذا فعل المحبوب ما يسيء إليك فإنك تتحول إلى وحش كاسر. أما اللي اختاروا الإضاءة الخافتة وهم كثر، أنت تحب الرومانسية غامض نوعا ما، تكره الأشخاص الغامضين، تحب الرفاهية والاستمتاع بالحياة، أنت كتوم لا تحب النفاق، إذا لم يعجبك شخص أو لم ترتاح له فإنك تتحاشى الالتقاء به وتنسحب من حياته. في الحب أنت مراوغ ولا تغيب عنك أي من أساليب الإغواء والإغراء، شديد الغيرة، تحب إخلاص وقد تعتذر أحيانا للمحبوب مع أنه هو المخطئ، ومع ذلك لأنك لا تحب خسارة الأحباب أو الأصدقاء تكتم غضبك كثيرا. صح عبدين؟ يقول هو صح. بعد رسالة، أن صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي، ولكن ما يدور حولي لا يسترجع. شكرا أم رنا من فريد. إن شاء الله التحليل كان مناسب لشخصياتكم مستمعينا. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا وما تبقى لنا غير حكاوي ليل. يحكى أن كريستوفر كولومبوس عاد بعد اكتشافه العالم الجديد إلى قاعة تواجد فيها عدة مسؤولين أصابتهم الغيرة من نجاحه، فبدأوا يقولون المسألة سهلة، أنها مسألة سفينة تمضي وفقط، إلى ما غير ذلك من جمل سلبية تقزم من إنجازه. نهض كولومبوس وقال: من يستطيع وضع هذه البيضة على الصحن بشكل عمودي على رأسها دون أن تتدحرج؟ فشل جميع السلبيين على تلك الطاولة بتلبية طلبه، فما كان منه إلا أن أمسك بها وقام بكسرها من جهة الرأس. عندما ضربها بالصحن لتصبح ثابتة على ذلك الوضع، التفت إليهم وقال: هذه مثل اكتشافي، الآن جميعكم يراه سهلا، لكن قبل دقائق كنتم عاجزين. قيمة الفكرة تظهر عند اكتشافها، وبعد قليل تصبح عادية لدى الكثيرين. وللأسف في كثير يعني نواجههم في الحياة اليومية وأيضا في أماكن العمل، أشخاص سلبيين بالفعل يحاولوا يقزموا من الجهد أو العمل الناجح اللي قدمته، حتى يعني يحطموك ويبثوا فيك خيبة الأمل والانكسار والملل، يعني أشياء كثيرة تصيب الإنسان من أشخاص مثل هذول. لكن نتمنى أنه ما تلتفتوا لهم أبداً وتمشوا في طريقكم وما تردوا عليهم حتى، لكن كل ما الإنسان تجدد في حياته وقدم الأفضل وهو على قناعة أيضاً أنه اللي قدمه هذا يعني ما بنقول الأفضل، ولو أنه هو يصل إلى مرحلة أنه المستمع تقبله أو الشخص تقبله أو المشروع وافقوا عليه أو لاقى صدى ونجاح وترحيب أيضا وكلام جميل من قبل بعض الأشخاص، فحاولوا أنكم تجلسوا مع الأشخاص الإيجابيين ما تجلسوا مع الأشخاص السلبيين، لأنه كل نجاح تحققوه طبيعي أنه بتلقوا أمامكم عقبات وشخص يترصد لكم أي خطأ حتى أنه يجعلكم تقعون في حفرة، وإن شاء الله ما تقعون في هذه الحفر متى ما كانت الإرادة قوية ومتى ما كان يقينكم بالله أيضا كبير، وأيضا كان إصراركم للنجاح هو الهدف، ويقينكم بدواخلكم وقدراتكم. لا تخلوا أي حد
يثبط من عزيمتكم أو يحبطكم في العمل مهما كان هذا الشخص، حتى لو كان قريب. أحيانا سبحان الله شخص صديق أو عزيز عليك ممكن أنه يغار من نجاحك فيعطيك بعض الكلمات السلبية وأنت هكذا تزعل أو تحبط، فلا تحبط أبدا. نصيحة للبنات إذا كانوا يسمعون، يعني الرجال هما محميين ما شاء الله، دايما يلبسوا الدشداشة البيضة لأنها هذه تعمل مثل صد أو تنفير للطاقات السلبية. المرأة عليها الأسود يعني تمتص كل الطاقات السلبية من البشر وتدخل فيها مباشرة. ففي نصيحة للمرأة إذا كانت تلبس العباية ولابسة لون داكن أو أسود، تلبس تحت وتخلي اللون اللي يلامس جلدها من الداخل لون فاتح ولون أبيض ولون يعطيها طاقة إيجابية، تبتعد عن الألوان السوداء، كذا تكون محمية هي من الداخل، والله في النهاية هو الحافظ. نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الأخيرة في هذه الدورة البرامجية من الساعة 25. بكرة بنبدأ إن شاء الله دورة برامجية جديدة فيها عناوين جديدة إن شاء الله تعجبكم ونحظى بهذا التفاعل الجميل من قبلكم السمعين. أتمنى لكم صباح سعيد جميل ومشرق ومليء بالطاقات الإيجابية، وخليكم أنتوا أيضا إيجابيين في نشر الابتسامة، نشر السعادة، نشر الكلمات الحلوة مثل عابدين ما شاء الله عليك اليوم بدعت اختياراتك في الأغاني كده مية مية. الأهم أن المستمعين أيضا يحبونك، يسولفوا معاك قبل لا يطلعوا معاي على الهواء، هذا دليل على أنك أنت ماستر كي. يقولون الشخص اللي ماستر كي تنفتح له كل الأبواب إن شاء الله دائما. نستودعكم الله مستمعينا، كانت معكم أختكم ندى بنت عبدالله البلوشية والمخرج عابدين البلوشي اللي بدعكم مع أذكار النوم. أتمنى لكم أحلام سعيدة وهانئة، فمان الله. أذكار النوم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. أذكار النوم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.